مشاهدينا خلينا نروح بقى دلوقتي سريعا جدا للعالمين ونعرف من زميلنا باسم ابو العنين ابرز فعاليات مهرجان العالمين الجديده النهارده. باسم صباح الخير. صباح الخير جمانة، زيك وصباح الخير على مصر وعلى كل المصريين. وفي الحقيقة يعني من جمال الجو ومن جمال المكان يعني الواحد بيتمنى تكوني موجودة وكل الزملاء وكل المصريين يكونوا موجودين في العالمين ليستمتعوا بالكرنفال الرائع الممتد نهارا وليلا في العالمين الجديدة من خلال كل الفنون اللي ممكن تتخيليها، فنون بحرية وعروض جوية وفنون ثقافية وعروض ترفيهية، وإقبال بصراحة متزايد من الجماهير اللي لا يكلوا ولا يقلوا عن المتابعة اليومية لفعاليات المهرجان وعروضه المستمرة. احنا هنتكلم على أبرز ما كان موجود امبارح السبت في العالمين، كانت بطولة البادل الدولية واللي ابتدت يوم الخميس واستمرت الجمعة وانتهت امبارح السبت. البطولة دي في الحقيقة كانت بطولة تحت اشراف الاتحاد الدولي لرياضة البادل، يعني ما كانتش مجرد مباراة ودية او حاجة على هامش المهرجان، ولكن دي كانت حاجة ليها ثقل دولي وليها متابعة دولية، وكان فيها مشاركات من اكتر من 100 من اللاعبين اللي بيمارسوا اللعبة دي، سواء كان من مصر أو من إخوة عرب أو من أجانب. وحضرنا امبارح المباراة النهائية للبطولة واللي فازت فيها فريق مكون من بنتين من أوروبا، واحدة منهم من المملكة المتحدة، وكانوا في لقاء خاص معاهم أعربوا عن سعادتهم جدا بوجودهم هنا في العالمين، وكانوا من يعني كانت زيارتهم لمصر أصلا أول زيارة ليهم يزوروا فيها مصر. وفي الحقيقة كان من ضمن تعليقاتهم إن هم انبهروا، إن هم حاسين إن هم على الجانب الآخر من القارة الأوروبية، يعني هم ما حسوش إن هم في أفريقيا أو في دولة برة أوروبا، هم حسوا إن هم في بلد أوروبية متكاملة، وأشادوا برغم إن رحلتهم كانت قصيرة في العالمين، ولكن أشادوا بضخامة وفخامة العالمين بصفة عامة، وإن البحر كان عاجبهم جدا وقالوا إن هو يعني أحلى من البحر عندهم حتى في أوروبا. انتهت البطولة وتم تكريم الفائزتين وتم اعطائهم كاس البطولة. ده كان بالنسبة لي بطولة البادل، ودي كانت نسختها الأولى في مصر، وإن شاء الله تكون نسختها الجاية في الموسم الجاي من العام المقبل إن شاء الله. بالنسبة لي العروض الفنية كان في 3 عروض فنية مختلفة. امبارح كان يوم نقدر نقول بنكهة شعبية وتراثية، عندنا كان في 3 فرق بتجوب الممشى السياحي، وفي الحقيقة كانت لفتة لطيفة إن هي مش متوقفة في المسرح في الممشى، ولكن كانت بتجوب طول الممشى بحيث إن هي تقدم فنها لكل المتواجدين. يعني الفقرة هنا كمان مئات الأمتار هيقدموها تاني وهكذا طول اليوم، يعني حتى بيوفروا على الجمهور عناء إن هو يروح لهم مكان معين. كانت معنا فرقة بتقدم التراث السيناوي، وكان في إقبال كبير من الجمهور عشان يتفرج على التراث البدوي السيناوي الأصيل عبر التاريخ السيناوي. كمان كان معانا فرقة للتراث السكندري كانت بتقدم فنونها في الممشى السياحي، ودي كانت أبرز عناصر وملامح امبارح في العالمين الجديدة. إليك جمالة. باسم يعني بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا. في الحقيقه الصوره اللي وراك صوت البحر وصوت الهواء وصل لنا، واحنا كمان بنتمنى والله نكون معاكم. مش هقول لك بحقد عليك، لكن هقول لك اتمنى لك قضاء وقت ممتع جدا الحقيقه، وان شاء الله نيجي لك برده العالمين الجديده قريبا جدا. بشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. الزميل العزيز باسم ابو العنين كان معانا من مدينه العالمين الجديده.